وعلى هامش هذه الدورة التقينا شخصا مميزا وزرنا جناحا مميزا أيضا، هو جناح الهيئة العربية للمسرح، والضيف هو الأستاذ غنام غنام. لأن أحد قادتهم ومنذ سنوات طويلة قال: الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت. قطاع غزة يقاتل بالنيابة عن شرف عن الأمة دفاعا عن شرف الأمة. المفروض اليوم لا نستغرب كعرب ما يحدث من صمود أو ما نشاهده من صمود الشعب في غزة حتى وهو يقصف. أبشرك بأن هذا الدم الفلسطيني لن يذهب هباء. تحدثت عن سجل شخصي، عن أبي صابر، عن أمي خديجة، عن أخي فهم المناضل، عني أنا الذي سأموت في المنفى. وهل هناك أصعب من أن تموت في المنفى؟ وزرت قرية الأصلية وحملت ترابها الذي يحتفظ به في زجاجة. أوصيت كل من حولي عندما أموت ضعوه تحت رأسي هذا التراب، لأنني سأموت في المنفى، محسوم المسألة. أما بعد، مع آسيا شلابي، الخميس 9:15 على شروق نيوز.